طبعا للأسف عمار مو موجود بالمكان، صادف ويا جيتي انه يعني صادفت جيتي انه هو موجود، فخابرني ذكرني بشغلة، دا يقول لي هند ضروري تذكرين وتقولين انه الأسعار لجميع القطع والمجوهرات والساعات وكل شيء يخص سويس جاليري، الأسعار تلقوها بالهايلايت بصفحة سويس جاليري، تقدرون تدخلون وتظلون تقلبون اي قطعة تريدوها توصلون تشوفون السعر موجود عليها. يعني ماكو شيء ما منزل سعره عمار. جايين الاريج، جايين نسوي جلسه تصوير اثنيناتنا الاريج. طبعا ساري وصلت المطر وحب ولا انت تعبانه، بس تعالي 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 سوي لي جلسه تصوير جوا. وين هسه؟ صبروا خلي اشوفكم شكلها دايركت. شكلها حيه هاي الصندوق. وين هي؟ وين هاي هاي الباب، هاي الباب صفش. هذا هنا ماكو اريج. حياتي عروس، حياتي اتشني صدق عروس. ها تعالوا مصورات، دفعت لكم فلوس حتى تتأخرون. اريجي منزلتنا انا حتى بس ناخذ صور تصدقون. هاي جنني اللي بس نحرق الاصلاله ماتش. هاي اريجي حرقناها حرقناها حرقناها. اوه شلون الما صيفيه جنن. اي تفضل صحيح. ايه بدلنا لبسنا العذاب الدين النعم. ترى هذا اصل الفاشيستا. هاي كل ما نطلع بناخذ جلسه نطلع هيك. This is reality. نطلع انستغرام وبعدين بس هيك ما راح اسدك. تعال فرشتي جنطه تليفون. شو المصور راح تخاف؟ احنا منطق فلوس على مود تخاف. بعد انزل؟ لا لا القران كلش حلو. هاي بس صوره واحده. ليش ليش هدايا؟ باع حتى الملابس. ليش لا سكت سكت بس فكر بعذر. ها يوميه اريد امشي طايف فرشه. وين وينها؟ باع فرشه اريد حلوه هاي مالت شماتي نفس فكره فايج. خلعيده عيني امشي. رضيتي علينا وعلى الصور؟ ايوه انتي يعني. اريد شلونكم؟ طبعا كنت اريد احكي لكم عن ايفنت البارحه. بصراحه يعني تفاجئت البارحه بالايفنت من ناحيه الترتيب، الحضور الراقي، الجهد اللي مبين من جميع النواحي، العارضات الجهد يعني والتعب والتحضيرات والترتيب كله مبين عليهم. يعني الإدارة مال مول بابلون الترتيب اللي مسويه والإيفنت اللي مسويه يعني من أرتب الإيفنتات اللي أنا حاضرتهم بحياتي. كلش حلو يعني الحضور اللي كان جاي، يعني ما يستهين بالعدد مالته، والحضور من يعني الناس اللي موجودين الفي آي بي اللي موجودين كان يجنن يعني. والتصاميم اللي كانت موجودة البارحة بصراحة يعني تفاجأت بيها، يعني مو نفس المعتاد اللي دائما نشوفه الشكل المستهلك التقليدي، لا تصاميم متعوب عليها، الكواليتي مالتها حلو، تصاميم غريبة يعني نهائيا ما كنت متوقعة هاي التصاميم اللي راح اشوفها، خصوصا بدلات الاعراس يعني كانت مختلفة تماما عن اي فساتين اعراس او بدلات اعراس احنا شايفيها عندنا، عرفت شلون؟ ف يعني الشغل كله اي كيف وقت صورتنا لا تشلبي تشلبي حق التوقع. ف يعني شغل كان من كل النواحي، الكل كان شغله محترف ومرتب وجهد مبين. وشكرا لاداره مول بابلون على هيك ايفنت. اتمنى انه دائما في كل مكان تكون اكو هيك ايفنتات خاصه بالفاشن بالحبس بالتصاميم. جولو احب هاي الجمعه اللي عندي غرابه هنا. اولو تيني ذل والله يفا. اريد مي اكلها. قلت جابت مي. قلت الله ايش قد مشتهي. قلت الله ايش قد مشتهي يا مي. كانت كان يقول ما انطيك ضيت سوي اح طيني سوي الاريج. اريج تتخبر من هاي الاح واحنا نسويها نتقصد.
شربوا شربوا وسوي. الرياكشن مالتي نصبنا عليها على مال خلينا نحكي لها لا شلون نصبنا عليها قلت لها انا عندي اح صايره من نشرب مي قلت لها عندي اح من نشرب مي اريج كان تقول صدق لا شو ما منتفع عليك ترى ايه تقول شلون قلتي قلتيها لا صدق لا ترى ايه لا عفوا انت تسوي اح انت لا ايه دقتين وهذا هاك قبل قلنا لها لا 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 اي اي والله بصراحه ما اريد يعني بصراحه ما اريد يعني نفسي انه اقول لك اي بس يعني انا لا اخذي على قدك مثلا تي نباتي اي نبات هذا بدون مواد حافظه ها حلو طبيعي مو عمو طبيعي جن اوكي طبيعي كلش طيب صدق طيب والله عاشت ايدكم على هذا الاكل الطيب لازم نشكر انتونسا ها عمو لا والله انا من جماعة الشاي عمو كلش والله الفا صدق قمر تسخن عربة تتعشين بيه لا لا احنا عكس العالم كارثه ايوه خلاص بدها صحيح نسوي دايت بس على كافي كافي هذا ليش تختلف عن عيني يقول انتوا خوات قلت له لا صديقاتي قلت تشابهون ثلاثتكم اي كلها تقول والله كلها تقول يقولون انتوا تتشابهون لانه تحبون بعضكم قوي فنقول عليكم اشكرك هذا عمو اكلاته تخبل والله مع ورق عنب هاي اجبان صاير بازار مجمع رؤيا صاير بالاسواق هو يبيع دائما يجي يسوق من عنده هاي الجبن هسه اخذناه دقه مال عرب يقول لي ودا اكل ورق عنب قلت لهم هاي ورق عنب طرشي عنده اشكال والوان وينه ما كلته مره من عندك انا ما اعرف ما شايفه دبس بحياتي جديات يعني ايش ما تصدقين بيه شو صاير سائل الدبس كشفتك والوقت عدى الله ايفون من يمك حياته بنات يلا تعالوا يعني هذا دبس هذا دبس بنات هذا دبس نصبر ما اعرف شنو الدبس واو هذا دبس ايش كسامه بيه شايفه الراشي نفس الراشي بس غير لون اوي يلا كشنا خذ كشنا بس باعوا البنات ايش قالوا لي قالوا انت ما متفاعل على سناب قلت لهم راح اخزيكم وين متروحون تقوم شغله كاميرا بوجهكم لو هيك لو مو هيك ساعه السوداء ساعه السوداء صار كاميرا لايف مراقبه مو سناب هي ما دام قلت مو متفاعل على سناب انت راشي يلا تعال لحظه وريم الكاشير ركض ركض يلا